اهلا ومرحبا بكم مشاهدي برنامج كوره في هذا الجزء الاخير من الحلقه. ابو ضفاف مناوي يتوقع، رافض التوقعات بشكل قطعي، بين قوسين نشاهد بين قوسين. في فقرة بين قوسين لهذه الحلقة اخترنا لكم مقالة الكاتب محمد الشيخ بصحيفة الرياض، والتي حملت عنوان افعلها يا سيدنا الأخضر، حيث بدأ الكاتب مقالته بالعبارات التالية: يا فارسنا الأخضر، وأنت تقف على بعد خطوة واحدة من الدخول في معترك مواجهة استراليا الحاسمة التي تترقبها القارة الصفراء من أقصاها إلى أقصاها، لتثق تماماً أن ملايين من القلوب تخفق خوفا عليك، وأن ملايين من الألسن تلهج بالدعاء لك، لكي تعود لنا سالما غانما من مدينة ملبورن الأسترالية. لا عليك يا فارسنا الأخضر ممن يقول بأننا لم نعد نثق بك ولا نرهن خياراتنا لك، بل لتعلم أننا ما زلنا لا نرى عنك بديلا، فأنت وإن سقطت عن صهوة جوادك مرة أو أكثر فستبقى فارسنا المغوار ومحاربنا الشجاع، الذي نتحين حضوره في كل مرة نجد أنفسنا فيها بحاجة إلى نصر جديد نجدد معه البيعة ونوقع على إثره عهد الثقة. وها هي الفرصة الكبرى قد لاحت في موقعة ملبورن. وأضاف الكاتب: صحيح يا فارسنا الأخضر أنك خلفت في الحلق غصة وأبقيت في القلب حسرة جراء ما حاق بك من سقوط متتال وعثرات متكررة وخيبات أمل متلاحقة، لكن ذلك لم يمنعنا يوما من أن نهتف باسمك ونتغنى بأمجادك، خصوصا ونحن ندرك جيدا أنك في كل تلك المحطات القاتمة السواد كنت مسيرا لا مخير، وإلا فلست أنت من يثخن بالجراح، بل ويصبح ساحة للرقص على جراحه ممن كنت تتفنن في إسقاطهم وتبدع في النيل منهم، لتنطلق يا فارسنا الأخضر لاستعادة مجدك الضائع وتاريخك المبعثر، ونحن خلفك نعزز رغباتك ونبارك خطواتك، وأنت جدير بتحقيق ذلك وأكثر، ولعلك تفعل ذلك من البوابة الأسترالية الكبرى التي يظن البعض أنها عصية على الفتح وصعبة على العبور، وما علموا أنك خير من خبر العبور من البوابات الضيقة وأفضل من عرف كيف يتجاوز المحكات الصعبة، فافعلها هذه المرة أيضا وإنا لمنتظرون. نشاهد عناوين الصحف لصباح يوم الغد. صحيفة اليوم: دربك خبر، ياسر القحطاني: الأخضر كبير ويظهر في المواقف الصعبة. صحيفة الحياة: نواف بن فيصل يعد اللاعبين بمكافآت مجزية جدا. صحيفة عكاظ: عطيف يعود أمام بختكور. مصادر عكاظ: عيد يتكفل بمقدم عقد وسكن كانيدا مع الاتحاد. صحيفة المدينة: عيد الجهني للمدينة، سأدعم الاتحاد بمئة مليون. الأخضر في المنعطف الأخير أو الخطير، يواجه أستراليا في لقاء تحديد المصير. صحيفة النادي: قلوبنا مع الأخضر. صباحك فوز يا وطن. صفعة أولمبي الأهلي تدفع مسؤولي الهلال للتهجم على رجل الأمن وحكم المباراة. صحيفة الاقتصادية أخيرا: الاتحاد يحتفي بعمر نور. نشاهد ضيوف حلقة الغد. مع الجاسر مدير المركز الإعلامي بنادي الهلال.
والأستاذ عبد الكريم الفالح مدير تحرير صحيفة الاقتصادية. دقة ساعة الخبر. أبو ضفاف توقع اليوم مساعد ومساعد، بكرة عبد الكريم وعبد الكريم. طيب أبو ضفاف زي التوقع، لا تتهرب أبو ضفاف، توقع. أنا أقول نأجلها زي لجنة المسابقات. ولا لا؟ ما في تأجيل. الأخضر والله والصمت. شوف أكيد الأماني أنه فوز، وأنا أتوقع صراحة يعني الناس تعتقد أنه نجامل، أنا لا نجامل، ولكن أقول لك أنه أتوقع فوز المنتخب السعودي 2-1. 2-1 الأخضر ينتصر 2-1. أبو أحمد أتوقع فوز المنتخب السعودي برضو 2-1. 2-1 اتفقتم؟ نعم. طيب نريد فقط أن ننوه أنه غدا بإذن الله عز وجل ستنقل المباراة على شاشة روتانا خليجية، وسيصاحب ذلك استوديو تحليلي لوجود ضيفين، الأستاذ الكابتن فيصل أبو اثنين والكابتن عبد العزيز الخالد. شكرا لكم مشاهدي برنامج كرة، وقبل ذلك نشكر الأستاذ مساعد العصيمي مدير تحليل الشؤون الرياضية بصحيفة الشرق الأوسط. شكرا لكم. شكرا للأستاذ مساعد العبدلي الكاتب والناقد الرياضي. شكرا. شكرا. شكرا لكم أنتم مشاهدي برنامج كرة. تذكروا دائما موعدكم 11:30 بإذن الله، بإذن الله غدا نلتقي في مثل هذا التوقيت ونحن سعيدين بانتصار الأخضر. تذكروا دائما أنت في خير ما دمت تنوي الخير. تصبحون على خير.